أخبار اليوم. المخرج الكبير رشيد مشهراوي، أهلا بيك معانا في أخبار اليوم للمرة الثالثة. يعني احنا سعداء جدا إن احنا حضرتك بنعمل معاك دايما، كل ما تيجي مصر بنعمل معاك انترفيو ونعرف نلقطك في الوقت المناسب. الله يخليك، هذا يسعدني أنا كمان، شكرا كتير، ألف ألف شكر. ألف مبروك طبعا على إمضاء الفيلم امبارح، حضرتك مضيت فيلم المشي على السلم، بطولة عمرو واكد ومجموعة من الفنانين الفلسطينيين والتوانسة. فيلم كتابة على الثلج هو عمليا فيلم فلسطيني، ولكن الأحداث أو الحكاية لها انعكاسات على العالم العربي بشكل عام. يمكن مصر كانت لقاء، لأنه أنا يعني ما بروحش سوريا الآن، والفنان الكبير غسان مسعود اللي هو كمان أحد شخصيات الفيلم كمان ما بيقدرش يجي فلسطين الآن، فاحنا عمليا التقينا في مصر. معايا بقى الممثلين غير غسان مسعود كمان النجم المصري عمرو واكد، ومن فلسطين في عرين عمري، وفي من فلسطين من القدس رمزي مقدسي، ومن بيروت دياموند ابو عبود. فعمليا الفيلم من ناحيه كاست فلسطين وسوريا ولبنان ومصر، والتصوير في تونس. أنا يمكن كنت حريص على أنه يكون إنتاج عربي عربي مشترك، ويكون الكاست من عدة دول عربية عشان موضوع الفيلم. تمام، ليه اخترت يعني عنوان كتابة على الثلج؟ يعني كتابة على الثلج هو شوف، أنا اللي بعمل أفلام تقريبا 30 سنة، وعامل كتير أفلام روائية ووثائقية وطويلة وقصيرة، والأفلام عم تتطور والوضع عم بيرجع لورا، خصوصا بفلسطين وبالعالم العربي. يعني طول الوقت الوضع من سيء لأسوأ قاعد بيصير، واحنا مش وكأنه احنا طول الوقت بنحكم بنقول ما حدش بيسمع، بنعرض اشياء ما حدش بيشوف. فعشان هيك بدي اعتبر انه كمان هذا الفيلم يعتبر كمان كتابة على الثلج، لانه الاشياء اللي احنا بنعملها وبنقولها بتنمحها. بس احنا هنضل نقول وهنضل نعمل اللي بنفكر فيه. نظرتي الأولى للمشاركين بالفيلم مش حجم الشهرة ولا النجومية، مع كل الاحترام، وبالصدفة أنا عندي شخصيات مشهورة ونجوم وهذا يسعدني، بس لا، أنا بتعامل مع شخصيات عندها رسالة، عندها مبادئ. الشخصيات الرئيسية الخمسة بالفيلم قارئين، عندهم انتماء لبلادهم، مثقفين، بيقدروا يتبنوا أفكار الفيلم، بيقدروا يكونوا شركاء بالطرح، سهل النقاش حول الفلسطين أو حولنا كعرب وكل اللي بيصير بفلسطين وبالعالم العربي اليوم. فأنا نظرتي الأولى باختيار الممثلين، أولا لازم يكون ممثل وفنان، بعدين شخصه شخص. أنا بهمني جدا شخصهم. يعني لازم الكل يعرف أنه مش فقط المخرج أو كاتب السيناريو لازم يكون عنده رسالة، الممثلين كمان، الممثل كفنان في المجتمع وفعال في المجتمع كمان لازم يكون عنده رسالة، ولازم يختار شو يعمل وشو ما يعمل، ولازم يتبنى المواضيع اللي بيعملها ويدافع عنها. وأنا محظوظ أنه أنا عم بشتغل مع أشخاص فعلا هم فعالين في المجتمع، عندهم مبادئ واضحة، ممكن تتفق معهم أو تختلف معهم، بس على القليلة بيدافعوا عن أفكارهم وبهدف تحسين الوضع طبعا بشكل عام، وهذا بهمني ويسعدني. أنا بتهيأ لي أنه الموضوع كالتالي، أنه بطلت الحدود إشي مهم ولا إشي يذكر ولا إشي كبير، الحدود بين العالم العربي. إحنا كعالم عرب صار عندنا أحلام متشابهة، إحنا بنعاني من نفس المشاكل. صحيح في فلسطين في احتلال مباشر اللي هو الاحتلال الإسرائيلي، ولكن العالم العربي بيعاني من كتير احتلالات من الخارج ومن الداخل. إحنا كعرب عندنا نفس الأحلام بالضبط، إحنا بدنا وحدة، احنا بدنا نوقف نقسم المقسم اساسا، احنا بدنا حريه، احنا بدنا حريه تعبير، احنا بدنا عداله.
احنا بدنا رؤساء وزعماء وقيادات تستحق انها تكون زعامة لهذا الشعب العربي. احنا بنواجه ثقافة دينية خاطئة، خصوصا الاستعمال للدين الاسلامي خطأ من منظور انه في ناس باسم الدين ممكن يوجهوا لك تخوين او تكفير، وهم اساسا اهدافهم سياسية مش اهدافهم دينية، فبصير استعمال للدين عشان يحصلوا على نفوذ، عشان يحصلوا على اتباع، عشان يحصلوا على فلوس، عشان يحصلوا على سلطة باسم الدين، وهذا خاطئ. شوف انا النموذج ما عندي نموذج محدد اللي أنا بتبعه، لأنه هاي كلها حالات جديدة وبعرفش قديش تستمر، ولو تغيرت أسماءها وتبدلت أسماءها. أنا بحكي على الفكر الخاطئ اللي عم بتسرب لنفوس الأشخاص اللي هم إحنا، اللي ممكن يكون جارك، ممكن يكون أخوك، ممكن يكون ابنك، ممكن يكون صديقك، يفاجئك بأفكار معينة تتسرب لعقله لأفكاره. وأنا حسب رأيي هذا خطأ. جيل كامل من أطفالنا عم بيواجهوا كمان تربية دينية ثقافة خاطئة. الإسلام مش هيك، فاهم كيف؟ الإسلام مش هيك وما قالش هيك زي اللي بنشوفه بالتلفزيون، ولا اللي بنسمعه بالأخبار، ولا اللي بنشوفه بمدننا وبحاراتنا. لا مش هيك.